أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتور فوتوشوب. في هذه المحاضرة راح نناقش موضوع من مواضيع فوتوشوب ألا وهو الـ 3D Text. طبعا موضوع الـ 3D موضوع مشوق جدا ويعطي لمسة لطيفة وأنيقة إلى الناس أو الإعلام بشكل عام. طبعا في نسخ الحديثة تم إضافة خاصية الـ 3D، طبعا مثل ما نلاحظ بها الأعلى نقدر من خلال هذه الخاصية ننشئ نص 3D، ولكن من أسوأ العيوب لهذه الخاصية هو أنه تستهلك كمية كبيرة من الجرافيك سواء الرام أو كرت الشاشة، وبالتالي ممكن أن الحاسبة تصل لنقطة معينة وتعلق وطبعا التصميم كله يخرب. طبعا إذا لاحظ حاسبتي مواصفاتها عالية جدا، وراح نشوف مدى استهلاك الطاقة من الجرافيك. راح نحول الباك جراوند الى لون اسود، وطبعا من اللايرز راح نضيف نص، مثلا راح نكتب كلمة لا، مثلا هذه الكلمة راح نحولها الى 3D. طبعا من قائمة لايرز طبعا نضغط كليك ايمن على الطبقة الخاصة بالنص ونختار نيو 3D. طبعا ننتظر شوية اذا نلاحظ انه استهلاك من الرام. طيب الآن بعد ما أكملنا النص راح نحول هذه الطبقة إلى 3D. طبعا لابد أنه نعمل فتشي اسمه رندر، اللي هو تصدير النص من 3D إلى طبقة اعتيادية. لابد أنه نحولها إلى طبقة اعتيادية. طيب شلون نحولها؟ نجي إلى 3D، إلى قائمة 3D، ونجي إلى رندر 3D Layers. طبعا ننتظر إلى أن يتم عملية التصدير. وطبعا إذا لاحظ هنا بالأسفل هنا هذا الشريط، هذا هو مستوى تقدم عملية الرندر. وطبعا العملية تستهلك طاقة عالية جدا من الجرافيك، علما أن مواصفات حاسبتي عالية جدا، ومع ذلك أنه التصدير بطيء جدا جدا. طيب لازم ننتظر، وطبعا انا راح استغل فرصة الـ 3D، راح العب لعبة معينة او نشوف يوتيوب بينما يتم عملية التصدير. نيوزيلندا هي مجموعة جزر موجودة في المحيط الهادي جنب تحت استراليا بشوية كده، فهي بعيدة جدا عننا. السلام عليكم، أبطال أمير إبراز، رجعت لكم فيديو جديد وتحدي جديد، واليوم راح أحاول أكل سيد كامل من الإصدار الجديد من شركة ساميان نودلز الكيمتشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا رب تكونوا جميعا بخير. وانتهى دور المجموعات من أمم أوروبا عشان ندخل على المباريات الإقصائية بداية من دور 16، واللي من المنتظر نشهد فيه حرب عالمية ثالثة ما بين منتخبات أوروبا. فتأهل دور 16 من دور المجموعات، من المجموعة الأولى إيطاليا متصدرة، وويلز في المركز الثاني، وسويسرا من بين أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث. طيب الآن تم إكمال عملية الرندر. إذا أجي هنا إلى طبقة Layers وطبعا اضغط هنا كليك، راح لاحظ انه عملية الـ 3D تمت. لاحظ هنا عندنا ظل، هنا عندنا ظل، وطبعا اصبح عندي نص ثلاثي الابعاد. طبعا نص جميل جدا ولطيف، ولكن شفنا كمية الجرافيك وعملية ضياع من الوقت، وطبعا هذه في حال لو كان الحاسوب بمواصفات عالية جدا. طيب في حال لو كان الحاسوب بمواصفات واطئة جدا شو نسوي؟ نقدر نصنع 3D من خلال خدعة بسيطة راح نتعلمها في هذه المحاضرة. طيب نخرج نو، وطبعا راح نضيف نيو كاستم ألف في ألف، طبعا مساحة، وطبعا راح نضيف باك جراوند مثلا يكون بهذا النص باللون الأسود لا بأس، Alt Backspace حتى يكون عندنا الباك جراوند باللون الأسود. طبعا راح أضيف هنا كلمة لا، طبعا
راح اختار اللون مثلا هذا اللون، لا بأس يكون هذا اللون. ممتاز. الان راح اجي استنسخ هذا النص، طبقة النص راح استنسخها، طبعا انزلها الى النيو لايرز، والكوبي راح تكون بها الاسفل، اضغط عليها الدبل كليك، وطبعا اختار لون احمر، غير لونها الى الاحمر. ممتاز. الان راح اجي اسحبها الى اليسار هذا الشكل، هذه هي الطريقة بهذا الشكل. ممتاز جيد. الان راح اجي احول هذه طبقة النص الى طبقة اعتيادية، طبعا النص اللي باللون الاحمر، اضغط هنا كليك ايمن رسترايز لاير، اجي الى اداة البوليجون بهذه الطريقة، وراح اكسر الحواف. يعني طبعا اذا الاحظ انه النص هنا عالي ممكن يكون بهذا الشكل، وراح نكسر الحواف يعني بهذه المنطقة، نكسرها وديليت. طبعا هنا ايضا هم راح نكسر الحواف ديليت، ايضا بهذه المنطقة نكسر الحواف ديليت. ممتاز. الان طبعا كنترول دي بهذا الشكل. جيد. الان نجي الى اول طبقة. الان راح اجي اضغط هنا دبل كليك بهذه المنطقة على النص الاول، وطبعا اجي الى الجراديانت، اجي اضغط على هذه المنطقة واختار لود. طبعا راح يتم ارفاق جراديانت مع هذه المحاضرة، نختار الجراديانت رقم 1، طبعا هذين التدرجين راح يتم ارفاقهم مع هذه المحاضرة، نختار الجراديانت 1 طبعا بعد ما اضفناه الى الفوتوشوب، هذا هو الجراديانت 1 طبعا يتم اضافته، ومن ثم اوكي. طبعا هذا اللي خطوطه متباعده وليس المتقاربه، ومن ثم اوكي. جيد. الان نجي الى كولر اوفرلاي، طبعا نختار اللون هذا اللون اللي هو FFAE0، طبعا هذا اللون نختاره FFAE0، موافق، وطبعا نغير الدمج الى مالتي بلاي. ممتاز. الان نجي الى بيفل، نجي الى هذا الخيار بيفل، نفعل البيفل هذه الطريقة، طبعا نخلي السايز 13 هذه الطريقة، السايز نخليه 13، ونجي هنا الى الكونتور هذه الطريقة، طبعا نختار نشوف مثلا يا هو مناسب، مثلا نشوف نجرب مجموعة من البيفلات، نشوف يا هو اللي مناسب، اعتقد انه هذا اللي هو بالاسفل هو اكثر واحد مناسب، فنجي نختاره، يعني مو هذا اول واحد ثاني واحد، اللي بالاسفل. طيب الان نجي الى اوكي. الان اجي الى الطبقة اللي بالاسفل اللي هي باللون الاحمر، اضغط عليها دبل كليك، وطبعا اجي الى gradient overlay، وهنا أنا طبعا راح اجي اضيف التدرج الثاني، مو التدرج الاول، الثاني، هذا هو التدرج الثاني، ومن ثم موافق او اوكي. ارجع مرة ثانية على الافكت، واجي الى color overlay، واختار لون افتح ممكن يكون شوية هذه الطريقة، ومن ثم ايضا multiply، نجي الى bevel، ايضا نجي الى البيفل، طبعا نخلي هنا مثلا ممكن 10 السايز، وطبعا الدبث ضروري جدا، الدبث تكون 100%، هنا أنا الدبث راح نخليها 100%، ضروري الدبث 100%، والسايز تكون 10. ايضا نجي الى الكونتور، نختار مثلا احد الاشكال المناسبة اللي تعطينا يعني ملمس 3D، نشوف مثلا عندنا هذا مناسب وهذا مناسب، واعتقد هذا اجمل. جيد. اهم شيء عندنا الدبث اللي هو يكون 100%. نجي الى الكولر اوفرلاي، ضروري نخليها بهذا اللون وملتبلاي. ايضا احب اكد، ارجع هنا دبل كليك على الافكت، احب اكد هنا بالبيفل الدبث ضروري يكون 100%، اذا الدبث مو 100% ما راح يعطيني شعور ال3D. ممتاز. الان راح اجي اضيف طبقة جديدة،
وطبعا اروح على اداة البراش واجي الى اختار لون ابيض بهذا الشكل. وطبعا راح اخلي هنا الفلو مثلا 12، واجي المناطق اللي بيها اضاءة، وين اكو عندي اضاءة؟ مثلا هنا عندي اضاءة، طبعا اضغط هنا كليك ايمن الهاردنس اخليه 0، واجي هنا مثلا الون بهذا الشكل. مثلا ممكن هنا نجي نلون، ممكن هنا نجي اللون طبعا، ممكن هنا لا بأس طبعا نجي بهذه المناطق اللي بيها اضاءة، ممكن هنا هذه المناطق اللي بيها اضاءة، ممتاز. الان راح اجي الى الدمج، نغير الدمج اللي بهذه الطبقة الى اوفرلاي، طبعا نجي الى اوفرلاي بهذا الشكل. اذا لاحظ انه راح يصير عندي اضاءة، طبعا لا بأس انه نقلل شوية بالاوبسيتي. طبعا اذا لاحظ نشوف هيك كانت، وهنا صار عندي اضاءة جميلة. جيد، الان اصبح عندي شكل 3D، وطبعا لا يستهلك من عندي اي طاقة، وايضا جميل واحترافي في نفس الوقت. نقدر بهذه الطريقة ننشئ طبقات 3D سواء للناس سواء للاشكال بطريقة بسيطة جدا وسهلة. ان شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة ومفيدة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.